سبحان الله العظيم. يا رجل يا رجل، انا مش مغرم بالعصر الجاهلي، لكن مغرم باخلاقهم التي جاء الحبيب ليتمم مكارمها. يقول عنترة: واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عطاء ابن يسار الله يرضى عليه، عطاء ابن يسار ورباح ابن يسار اخوه، وكانوا علماء، راحوا يحجوا مع مجموعة. فخرج القوم في الطريق، هم جايين من الشام، خيموا في مكان قريبة من قبيلة. وبعدين سبحان الله العظيم تفرقوا، اللي ياخذ حاجة، اللي يتوضأ، اللي يجهز حطب او شيء، وتركوا عطاء. دخلت امرأة اعرابية جميلة كانت ترعى الغنم، امرأة عطاء، وعرضت نفسها على عطاء ورايح حج. قالت: اتق الله يا امة الله، اتق الله، انت مسلمة، اتق الله. فاجهش في البكاء لدرجة ان على نحيب. فالمرأة من هول المفاجأة، ان رجل يبكي بهذا الشكل، الله ده حال، هو فين ده؟ ما هو مات الله رحمة الله عليه، مات، كان اخر واحد بكى من المعصية. فالمهم ان هو رضي الله عنه، بكت المرأة لبكائه. جاء اخوه، لقى اخوه بيبكي والحرمة ايه، راح جالس جنبهم يبكي. كل ما يجي حد من الحجين يجد الامام بيبكي واخوه الصالح يبكي والمرأة الحرمة تبكي، سبحان الله، لغاية ما ايه فرق البكاء كله بيبكي. الحرمة استحت، خدت القطيع ومشت. راحوا أدوا مناسك الحج، وأخوه يستحي أن يفتح معه سؤالا من باب الفضول، الفضول الذي قتلنا. استحى أن يسأل أخوه: أنت كنت ليه بتبكي؟ إيه القصة؟ ده احنا عندنا القصص، خلي بالك. الرجل قال لزوجته: اشحني لي المحمول ده بتاعه يعني. وبعدين ايه، فطبعا الحس الانثوي لازم تحرك الساكن، عارف تحريك الساكن؟ هو في اللغه العربيه ايه؟ ساكن تسلم، لكن في حد ايه يتحرك الساكن للضروره الشعريه والضروره الايه؟ الزوجيه، قاعد تقدم. فهو لاحظ، هو هي لئيمه وهو ايه؟ مش عثمان بن عفان زوج اللئيمه، يبقى اللئيم يعني الناس اخرها. فراح واخد المحمول بتاعها وطلب رقمه، خد بالك انت، هي ما خدتش بالها انه بيطلب. فتلاقي على الشاشه عبد الجبار، مره تانية عبد الجبار. فهي من باب اللي عايزه تعرف عبد الجبار ده اكيد ايه، يعني رقم سر، يعني خد بالك انت، زي الجاسوسيه كده، زي الموساد ولا زي السي اي. فطلبت الاستاذ عبد الجبار، رن تليفونها هي، سبحان الله، لا اله الا الله. طب انت كنت ساكته، وكان اسمك مسعده، وكان اسمك حنان، وكان اسمك يسرى، سبحان الله، طلعت عبد الجبار في الاخر. فهو اللف والدوران ما ينفعش، يعني خليك، يعني الله يرضى عنك، لما ربنا قال: ولا تجسسوا، يبقى ولا تجسسوا. المهم بعد ما نزلوا من عرفه، احنا تركنا مين؟ عطاء ابن يسار واخوه والايه؟ والحجيج. نزل من عرفة في منى في اخر يوم طواف الوداع، توكل على الله على الشام. قام عطاء على بكاء اخيه، اخوه اللي بيبكي المرة دي، استيقظ من النوم بعيلة بكاء. قال: خيرا يا ولد، خيرا يا اخي. قال: رأيت في الرؤيا يوسف عليه السلام، فتذكرت تآمر امرأة العزيز عليه، فقلت له: كيف صبرت يا يوسف على هذا الأمر حتى سجنت بضع سنين؟ فبكى فأبكاني، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: أيقظ هذا واسأله ما كان يبكيك. شوف الإخوات لما كنا، مش اخوك تجيبه مره من مخفر الشرطه ومره من العلم يشمه ومره، نسال الله ان يحفظنا، ولو فلوس حلال ان شاء الله، نسال الله ان يهدينا جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي بالله، تكلمنا من قبل عن التفكير والتدبير، وقلنا ان كل واحد فينا يفكر لكن ليس كلنا يتدبر، ويجب ان الاحداث التي تجري على الساحه ان تتدبر فيها، لا داعي لان تاخذها كحقائق. لا يضحك عليك اعلام غربي او غيره حاقد وناقم على بلادنا وعلى اسلامنا وعلى اوطاننا، وان ينقل لك حادثه معينه على انها حقيقه علميه. لا، تدبر وراجع وانظر، هل هذا الكلام، يعني هذه اللوحه كيف تركب؟ انا اريد ان تاخذ الاحداث بمنطق العقل وان تفكر فيها ثم تتدبر وترى حقائق الامور كما هي. السؤال، لو كان لنا في العمر بقيه، ماذا انتم فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون بابنائنا؟ همنا كله ان الولد يلتحق بمدرسه معينه من مدارس اللغات، همنا كله ان الولد يدخل كليه معينه لانه كذا، مع انه ربما ليست له ميول علميه، ربما فاشل في هذه الدراسه. يا اخي ادخل الولد في مكان او البنت في مكان يعني يتوافق مع نفسيته. ليه؟ لماذا تجبر الولد على الدخول تحت المنظره وبعدين تستدين؟ الموظف جاي الى هذه البلاد الامنه بفضل الله ويعطى راتبا، اول ما يبحث يسال الشيخ القرض من البنك حلال؟ لا اله الا الله، انت اول ما جيت تبحث عن قرض، يعني عايز تبقى ذليل من اول؟ لماذا؟ يا اخي انت تاخذ خمسه عيش باربعه، دخلك اربعه عيش بثلاثه، لكن دخلك خمسه تعيش بعشرين؟ هذا ليس من المنطق. لماذا؟ ان اياك وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل المرء نفسه ما لا يطيق. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، انت عندك مسؤوليات، واعلم ان البركه من الله سبحانه، وثق انك كلما نصرت دين الله نصرك رب العباد، وثق ان رب العباد سبحانه وتعالى سوف يجعل الغد للاسلام باذن الله. رغم كل الذي يحدث من حولك فان دين الله باقي، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. يأبى الله، الله يأبى الا ان يتمم هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله فيه اهل طاعته وذلا يذل الله فيه اهل معصيته. احبتي في الله، الذين يدافعون عن الاوطان ليسوا يعني الجهات معينه، كلنا مكلفين بالدفاع عن الاوطان وبالدفاع عن الحرمات وعن المقدسات واظهار هذا في سبحان الله في سلوكنا. حتى كان العرب في الجاهليه كانوا اذا زحفوا على عدو جعلوا النساء والاطفال خلفهم ويقول قائدهم دافعوا عن حرماتكم دافعوا عن اعراضكم. الكل يدافع، المعلم في المدرسه، الطبيب في المستشفى، الطالب في المذاكرة، المهندس في مبناه، رجل الأعمال في أعماله، الحرفي في تخصصه، نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن السؤال الذي أطرحه، فرضنا جدلا أن أحدنا رحل اليوم من الدنيا، رحل، وتخيلنا أنه يريد أن يرسل نحن المصلين معه رسالة، ماذا يقول فيها؟ أنا ربما يعني ما كنت أن أعطيكم درسا، لكن نجيب على هذا السؤال البسيط بعد الصلاة إن شاء الله. أن أحدنا، أنا أو أنتم أو أحد منا، رحل اليوم وكتب وأجيز له أبيح له أن يكتب لنا رسالة، بس ماذا يقول فيها بعد أن تكشفت له الحقائق؟ ماذا سوف يقول لنا؟ ماذا سوف يرسل في رسالته؟ هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم سكن البرد من حول إخواننا اللاجئين في كل مكان. اللهم سكن الطبيعة من حولهم يا رب العالمين. اللهم ادفئهم من برد يا رب العالمين. اللهم اطعمهم من جوع يا اكرم الاكرمين. اللهم اكسهم من عر يا ارحم الراحمين. اللهم رقق قلوب القادرين عليهم والذين في ايديهم فضول اموال. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فارد اللهم سوءه اليه، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد.
وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. الإخوة الكرام، جمعية الخير يعني تنتظركم لإعانات، ليس إعانات وإنما ندفع ما يجب علينا أن ندفعه لإخواننا الذين هم في العراء والبرد. نسأل الله أن يسكن من حولهم الطبيعة، إن ربي على ما شاء قدير. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. طبعا أكيد أنتم لستم في حاجة إلى درس بعد هذا الكلام الجاف الذي جفف ثم جفف ثم جفف، لكن الحقائق التي يأتي